الطابون ودوا الطابون ايش بدنا نسوي؟ احنا نوصل هذا الرسالة للمعزة. احنا غير نضل في الارض هي ما نطلع منها. وضعي بعد ما أنا رحت على السجن قدرت هي تكمل دورها الوطني وبنفس الوقت قدرت تربي الأسرة وتحافظ على الأمن الغذائي وقدرت تتواصل مع المزرعة هاي تظلها موجودة فيها. وإحنا كفلسطينية مصريين في حق الأرض تبعتنا صح؟ يعني أنت كابن خليل حرام إنك ما تعرفش هاي المنطقة صح؟ بخافش لو اجي مستوطنين بخافش عادي. راح اثبت انه روان بتقدر تحمل كاميرا بتنزل تصور راح تصير اشي ان شاء الله في المستقبل اشي منيح. بس عشان اثبت اني انا بقدر لما اعمل الاشي بقدر اعمل.